الحمد لله بزافا بزاف، والصلاة والسلام على رسول الله لا جاه إلا جاه سيدنا محمد، الله معك أيها الجاه العلي. أما بعد أيها العشران، يقول الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا ديروا مزيان مع الله وقولوا هدرة معقولة يصوب لكم تويشياتكم ويدير عين ميكة على قواداتكم، والذي يتكلبن لله سيدبر على نفسه تدبيرة ناضية. إن أقود القرنابي كتاب الله، وأوعر الهدي هدي محمد، ونم اللعيبات الجديدة بميكتها، وكل جديدة بميكتها دصارة، وكل دصارة داخ ودوخ، وكل داخ ودوخ في العافية. أما بعد أيها العشران، فقد تناكت على جيراننا، صارت الدنيا خضراء وبيضاء أينما تولوا وجوهكم، فتم 1-2-3 فيفا الجيري، غوات ومظاهرات، والغاشي في كل مكان، لمات خرجات وخرجات، ومواقع الاتصال معمرة بالنضالات. العفسة واش العفسة، وما أدراك ما العفسة؟ كروسة تحمل حيا ميتا اسمه أبو تفليقه، مات وشبع موتا ولم يبق فيه إلا الكادر. خوتي في الإيمان، قد يقول قائل: خلينا في مشاكلنا، وقد يضحك كش وحدين على شصار هناك، والمضحك المبكي هو أن المسلوخة تضحك على المذبوحة. يا دين الرب، دروك الجزائر مقلوبة، وولت كالقصعة يتطاحن عليها المتنافسون، المرشحون ينكسون، والمحللون يخرطون، والعياشة للبهلول يصفقون، والذين بيدهم كل شيء يضحكون. لكن قمة التمنيك أحبتي في الله فيديوهات الشباب وهم يصيحون: لا ميثاق لا دستور، قال الله قال الرسول. لو سقصيت واحدا منهم عن نواقض الوضوء لما عرف. بنادم محشش بالدين يا نمي، هل ستتغير الأمور للأحسن بتطبيق الشريعة؟ مانيش فاهم. وش بيك يا مواطن؟ حوس على بلدان جربت الشريعة وراح تلقى أنها تقودت على رب أربابها. الكروسة ليست إلا الواجهة، ويروح واحد يجيء ثاني، والتغيير يجب أن يكون على حقه وطريقته. أما تبذيل الأشخاص فهذا ذر الرماد في الأعين برك. من يجرون الكروسة هم المشكل، السارقون لدراهم الغاز والبترول. وحتى لو نجح بارازار شخص أونيط فسيدورونه بينهم. يا خوتي، بلد الخيرات وناسها محنصرون، نسأل الله أن يفك حريرتهم ووحلتهم. ما نيش النج من ماجين حالتهم، قارعوا غدا مشرقا، ها نحن نقارع معكم. وإذا صدقت لكم الدعوة فلا تنسونا من خالص دعائكم. يقول الله في القرآن: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ويتوقفوا عن نشر تصاور وفيديوهات الإكشوان؟ لقد كشونتم أدمغتنا. الله يأخذ فيكم الحق. إكشوان شطح، وإكشوان فرح، وإكشوان حزق، والناس ينشرون، والبرطاج خدام 7-0. والله لم تصدقوا، الله يهزنا من هذه البلاد. بينما أنا جالس في القهوة أتمزكك على براد نعناع تفاردت فيه مع العساس، وأنا في طوب طباطب الكعية على الإكشوان، جلس رجل حدانا لحيته مثل لحية أبي لهب، ولأن زهره مكوز جبدني من حيث لا يدري. كان هازا جرنانا يقلب في أوراقه، فطاحت عينه على مقالة عن عيد المرأة، فبدأ يحنحن ويحرك في جمجمته ويشوف فينا بنص عين، وهو يمثل علينا أنه المسلم التقي الذكي. قال لنا: شوفوا أولاد الحرام دايرين عيدا للمرأة، زعما يكرمونها ويعطونها مكانة مزيانة. غوبشت فيه وسولته: شنو المشكلة؟ قال: نحن الذين كرمنا المرأة. وبدأ يسرد علي كسيطة المرأة المكرمة. جعرت عليه: وهذه ليست عوائدي. قلت له: صدعت رأسنا بهذه الهضرة الممدوغة التي حفظناها. هذا اليوم عيد المرأة، هذا العيد تتبرع فيه النساء الغربيات، أما عيالاتنا
فلا يتفكرهم أحد إلا الذي باغي فيهم الخدمة، وينصب المصيدة بوردة أو طرف شوكولات ليذوق الحلوى. تقول أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقا أكثر من الرجال، لماذا تكذب على الإسلام يا وجه الشر؟ ما نش فاهم. أرواح أعلمك من هي المرأة في الإسلام، لأنك تابع الهدية بالطبل والغيطة ولا تقشبل شيئا في دينك. المرأة خلقت من ضلع أعوج، ناقصة عقل ودين، تحت قوامة الرجل لا تتفنفن إلا بإذنه. هذه هي المرأة في ديننا، حبيت أم كرهت. شاف فيا مزيان وبدأ يحلل في لحية المنشوفة، هل هي لحية مسلم أم لحية رفيق ملحد؟ داخ فجمع جرنانه وقمقم كليمات وقود. أحبتي في الله، تبغون الخير ديروه في رؤوسكم، وتهلوا في ذيوركم، وعاونوا المحنسرين المطحطحين في دروبكم وبلا عياقة. بارك الله فيكم وكثر من أمثالكم وأبعد عنكم أولاد الحرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهي شكون اللي حاكم بعد الجزائر؟